كبيرة ها 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 بالزمة دي ودين بص البنت دي قلبه زوت خينة دي مسلوعة زي أبو إردين ها 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 مناخيرك كبيرة ها 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 بالزمة دي ودين بص البنت دي قلب وزوت خينة ودي مسلوعة زي أبو إردين لا 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 ما تلعبش معانا وما تسلمش علينا كمان أصل انت مش مستوانا باباك سواق وبابا بزنس مان أنا يوسف حسين بمدرسة بيبرس فريق أو فريق معهم ضد السرطان ولقد اتفقنا على عمل حملة توعية لأصحاب المطاعم وتعريفهم بخطورة استخدام الزيوت أكثر من مرة مما يؤدي إلى إصابة بالسرطان وعمل حملة توعية داخل المدرسة لخطورة الوجبات السريعة والمشروبات الغازية وأهمية الطعام الصحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسامة أحمد في الصف الخامس الابتدائي قائدة فريق معا ضد السرطان الذي شارك في مسابقة الصحة العالمية. أنا سعيدة جدا أني اشتركت في هذه المسابقة حيث استفدت كثيرا وتعلمت مهارة البحث عن المعلومات ومهارة جمع المعلومات عن طريق النت وعرفت أيضا معلومات عن مرض السرطان لم أكن أعرفها من قبل وعرفت معلومات عن العادات الغذائية السليمة التي يجب الالتزام بها للوقاية من السرطان وأيضا العادات الغذائية الخاطئة التي يجب أن نبتعد عنها للوقاية منها وإن شاء الله سنقوم بحمل التوعية بالاشتراك مع شركة فلات المياه للتأكد من نقاء وصحة مياه الشرب كما أنني أحسست بالمسؤولية تجاه فريقي وتجاه دور الذي كلفني به مستر نصري في الفريق وكنت أعبر عن رأيي بحرية أثناء المناقشة مع الفريق على جروب المسابقة وزادت ثقتي بنفسي وبمهاراتي واستثمرت وقتي في أشياء مفيدة وإن شاء الله سيكتب لنا النجاح والتوفيق في هذه المسابقة. أنا نارينا مندوب بالصف الخامس بمدرسة بيبر لم أكن موافقة على المشاركة في المسابقة لأني كنت حاسة إني تايهة لكن مستمرة في تحليلي هنبحث عن مشكلة موجودة في المجتمع ومحاولة علاجها وإخراجها في فيرجن المجتمع لتوعية وعلاج المشكلة. أنا نمير شريف عزيز بالصف الابتدائي بمدرسة بيبرس أنا مبسوطة إني اشتركت مع سنة خمسة واستثمرت بوقتي في البحث عن المعلومات. أنا ملك أحمد محمد خمسة ابتدائي مدرسة بيبرس الخاصة. أنا عملت جروب على الواتس وبيضم فيه الأهل والأصدقاء وبننشر فيه عدد الوفيات وعدد الإصابات ونسبة الشفاء وكمان الحاجات اللي بتخلينا نبعد عن الفيروس زي عدم الخروج من البيت ونغسل ايدينا كويس جدا بالميه والصابون وكمان ونرتدي الكمامة لما احنا نخرج لما نعوز نخرج ونعقم الحاجات الاكل ونسخن الاكل عشان ما يبقاش فيه ميكروبات وانصح الجميع ان هو يعمل كده لان ده بيفيدنا في حاجات كتيره قوي وانا عملت كده بعد لما اتفقت مع مجموعتي انت اقوى من الفيروس. السلام عليكم انا الطالبه رحمه محمد اسم مجموعتي انت اقوى من الفيروس. النهارده هنتكلم عن كوفيد 19 المعروف باسم فيروس كورونا الذي لم يكتشف الأطباء له علاج أو مصل حتى الآن. أعراض فيروس كورونا: ارتفاع في درجة الحرارة، احتكام في الحلق، ضيق التنفس، الصداع، السعال. كيفية الوقاية من فيروس كورونا: غسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية، استخدام الكحول باستمرار وارتداء الكمامة وشرب المشروبات الساخنة وتجنب لمس العين والأنف والفم وأكل المأكولات التي تحتوي على الخضروات والفيتامينات والبروتينات وفي النهاية اللهم ارفع عنا هذا البلاء
وابعد عنا هذا الوباء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مارينا مندوب وفريقي اسمه عبقرة المستقبل، ونبحث عن مشكلة الأنيميا مرض فقر الدم. هنعمل ندوات مع أولياء الأمور على أهمية الطعام الصحي للأطفال وشرب اللبن والفطار الجيد قبل الذهاب للمدرسة، وكمان شرب المياه النظيفة باستمرار مع الاهتمام بالرياضة. ما هو هذا المرض وما هي أسبابه وما هو علاجه؟